بس حابه في طالب عندنا مفصول اسلام حمزاوي هياخد بس 5 دقايق يحكي عن تجربته في الفصل وتعنت الاداره ضده. السلام عليكم. انا اتفصلت من المدينه الجامعيه بدون اي اسباب او بدون اسلام حمزاوي طالب في سنه اولى حقوق جامعه القاهره. اتفصلت من المدينه الجامعيه بدون اي اسباب او بدون ما اعرف اي اسباب وبدون اي مقدمات او اي حاجه. اتفصلت من المدينه الجامعيه بدون ما يقولوا لي السبب. قعدت اسبوعين ادور على السبب ما حدش قال لي. وصلت للنائب رئيس الجامعه الشؤون القانونيه للجامعه ما حدش راضي يقول لي انا اتفصلت ليه. لغايه ما زهقوا مني بالمعنى يعني بعتوا لي محامي كده ماسك قضايا وكده. فانا دخلت له فمش راضي برضو يقول لي السبب. هو كان عارفني او عارف شكلي بس انا ما اعرفوش. قال لي قلت له انا اتفصلت ليه وكده فمش راضي يقول لي ليه. فبالصدفه بيقلب في الملفات فلقيت ملف مكتوب عليه اسمي ومكتوب عليه مصور قناه الجزيره بالمدينه الجامعيه والجامعه. فازاي قلت له ازاي انا مصور المدينه الجامعيه او الجزيره او حاجه زي كده. قال لي ده مش كده بس ده في انت متسابق اعمال شغب بالجامعه والمدينه الجامعيه ترمي مولوتوف شماريخ باراشوتات وحاجات غريبه كده. ده كله بدايه بس. قلت له طب المفروض ان انت تحقق معايا الاول وبعد كده تفصلني من الجامعه المدينه الجامعيه. قال لي دي مجرد بدايه لانك خطر على المدينه الجامعيه وبعد كده هيتم التحقيق معاك وبعد كده هيتم فصلك من الجامعه نهائي. ده لو ايه ده اخرهم يعني هيفصلوك من الجامعه نهائي. قلت له طب والحل وكده. قال لي انت تقعد في البيت ما تنزلش الجامعه تاني. اللي هو ما تنزلش الجامعه تاني اقعد وممكن الموضوع يتنسي اصلا. وده في الاول وفي الاخر حاجه بسيطه بالنسبه لناس اصحابنا بتتخطف من الشوارع ما نعرفش مكانهم لحد دلوقتي فين ولا دخلوا امتحاناتهم ولا اي حاجه لحد دلوقتي. زي عمرو ربيع اتخطف من الشارع ومحدش يعرف مكانه لحد دلوقتي. وفي احيانا بيقولوا اللي هو في سجن اسمه العزولي في تعذيبات وحاجات من كده فما نعرفش مكانه لحد دلوقتي. امتحاناته داخله وحتى مش عارفين ندخله الامتحانات او نعرف مكانه فين عشان نخش الامتحانات. بس شكرا.